بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واهلا وسهلا بكم في الجلسه الثانيه التي تتحدث عن المحور الثاني من هذا المنتدى منتدى عمان القيمه المحليه المضافه الا وهو تعميم تطبيق القيمه المحليه المضافه وارحب بضيوفي الكرام وبكم جميعا طبعا هذه الجلسه تعتبر جلسه يعني فيها تحدي شويه لانه نحن نقف بينكم وبين انتهاء المؤتمر من خلال الفقره التاليه اللي هي التوصيات. ولكن ان شاء الله تعالى سوف نحاول ان نوجز وان ايضا نعطي الجمهور ايضا فرصه للسؤال. طبعا نحن استمعنا الى محاضرتين وعرضين من كريس ومن الاخ عمار فسنستمس سنستس سنستسمحهما عذرا في أننا سوف نطرح الأسئلة على زملائهم البقية ونعطي أيضا الوقت لكم لطرح بعض الأسئلة ومن خلال ما سمعناه اليوم الصباح وأيضا الطرح الذي سمعناه أيضا قبل قليل أود أن أشارككم قليلا في سؤال وإذا اشتغلت التكنولوجيا بشكل جيد ربما نستطيع أيضا عرضه على الشاشة لكن هذا سيتطلب أنكم تستخدموا هواتفكم النقالة فإذا فتحتم هواتفكم النقالة وتروحون إلى جوجل في موقع اسمه سلايدو سلايدو نعم ويو أكسبت الـ <applause> <تتحدث> ايوه تروحوا لسلايدو دوت كوم وتضعوا الكود اللي امامكم 3944 3944 على طول جوين بتحصل في الابلكيشن على طول جوين تحط 3944 بتشوفوا السؤال هذا المفروض يظهر لكم هذا السؤال اللي هو هل تعتقد أنه يجب تعميم برنامج القيمة المحلية المضافة على بقية القطاعات في السلطنة بعد نجاحه في قطاع النفط والغاز الاختيارات الموجودة نعم ولا ولست متأكدا إلى الآن هناك ستة أشخاص نجحوا تسعة عشرة قدرت استبيان The question is Do you think ICV should be replicated to other sectors after its successful implementation in the oil and gas sector? Yes? No? Not sure? So we have 15 people who could answer so far. We'll give a few more seconds because the percentage is more important, I think. Okay, one, okay. 4% say no. 8% not sure so far, 7%. 89% percent. Percent yes. Yeah. five more seconds and we start okay i think it's it's fine so there are thirty three people who could vote thirty four <laughs> i'll keep counting and ninety or eighty nine percent of the thirty six people say yes, let's replicate i c v across أخرى قطاعات في السلطان، so my first question goes to you Abdullah, um, uh, in opal collaboration يعني أو التعاون um, مهم جدا وopal لعبت دور محوري في استراتيجية القيمة المحلية المضافة في قطاع النفط والغاز وتحدثت الأخت أيضا زهرة صباح هذا اليوم أيضا عن مسألة إنه القطاع أو الـ ICV موجود بدل الآن في أكثر من جهة كيف تغلبتم على تحدي هذا التعاون بين شركات مشغله مختلفه متباينه في الحجم وربما قد تكون في وضع تنافسي في وضع او في وقت من الاوقات. السلام عليكم اعتقد قبل الاجابه على السؤال يحتاج ان نعرف ايش هي اوبال لان مش ممكن الجميع او البعض ما يعرف اوبال. يمكن انا فقط ك الجمعيه العمانيه للخدمات النفطيه هي تعتبر الفوكل بوينت او او تعتبر الاندستريال انترفيس مال الاويل اند تضم ضم في عضويتها اكثر عن 400 شركه اللي هم المشغلين المتعاقدين الرئيسيين المتعاقدين بالباطن سؤالك مهندس هي كيف تغلبنا هي دائما لما يكون في عندك الليدرشيب من الشركات المشغلة أنهم they want to move forward أو في عندهم الإيمان اللي هي إن لازم الشيء يصير ومؤمنين بالفكرة من كذا هي اللي ساعدت وشجعت على أن المضي قدما بلاد كانت بإنشاء أو تشكيل اللجنة الرئيسية وذكروها الأخوان سابقا بسعادة وكيل وزارة النفط والغاز بعدين تم إنشاء اللجنة المشرفة اللي هي لجنتين لجنة الموارد البشرية واللجنة المختصة بالعقود المشتريات هذا من جهة المشغلين ما ننسى الجهة الثانية الجهة الثانية اللي هم المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن بالعادة يكونوا من قطاعات أخرى سيرفس بروفايدرز جهتنا كأوبال تم استحداث جائزة اللي هي البيست بزنس براكتس وتختص احد الاليمنتس او احد الاهداف ماله هي المنافسه وشوكيس او اظهار الشركات بالشيء اللي معها تو انفست اون ذا اي سي في فهذا هذا ما تم عمله آه شكرا اخ عبد الله هو فعلا آه وايضا آه لا ننسى انه يعني عندما تكون عندك بعض التوجس خاصه في البدايه يعني هل واجهتم يعني من خلال الحوكمه اذا صح التعبير في تشكيل هذه اللجان وتشكيل هذه اللجنه ثم التفرع منها لكن مثل ما يقول ديناميكيه المجموعه من خلال ذلك يعني هل هناك يعني لاحظتم اي مثلا تحديات آه تم التغلب عليها ام ان الامر كان فعلا يعني بسلاسه ولم يكن هناك اي يعني معارض مش معارضه ولكن بمعنى انه توجس وتخوف وخلنا نشتغل مع بعض ام انه هناك فعلا مثل ومثل اي مجموعه قد يكون هناك بعض من هذه التحديات التي يعني مثلا انتم لعبتم دور مثلا في تسهيلها والتغلب عليها. آه مثل مثل اي شيء في الحياه، دائما في يكون عندك ريزيستنس. طيب بس تم او تم ايجاد الحلول لجميع العقبات، دائما في عقبات في كل حاجه والعقبات هي او التحديات هي دائما فرصه ل لانك تو بروف، ونفس الموضوع تو موف فالشيء الاساسي اللي تم عمله هي توحيد الجهود حتى مفهوم القيمه المحليه كان لكل شركه لها مفهوم مختلف عن الشركه الاخرى بس مثل ما تفضلت اليوم الاستاذه عاقله هي شيئين اللي هي المنتج محلي بايدي عمانية حتى لما جينا بعدين لتطبيقات القيمه المحليه المضافه كان في سهوله بس كانت اول حاجه هي توحيد الجهود من جميع الشركات يكون فوكس عندك للجميع طبعا مرينا بعقبات كثيره وتحديات كثيره بس بوجود الليدرشيب اللي مؤمنه ان هذا الشيء لصالح البلد هذا الشيء نحتاجه البلد هو اللي يسر كثير وسهل كثير من الامور. شكرا اخ عبد الله اذا القياده الالتزام آه يعني مهمه للغايه كما اشار له آه عبد الله آه المهندس جاسم ننتقل آه اليك عندما ناتي الى تعميم تطبيق تجربه او او برنامج القيمه المحليه المضافه قد يتوجس البعض و يرى انها ربما هذا يعني هل هذا فعلا يمكن تعميمها وتطبيقها في في قطاعات اخرى وخصوصا عندما يتعلق الامر بالمشاريع على سبيل المثال اذ يرى البعض ان القيمه المحليه المضافه قد يعني عندما ناتي لتعميمها يمكن في المشاريع قد تكون اكثر تحديا بحكم قصر فترة المشاريع على سبيل المثال فكيف وأنتم يعني تديرون الآن أحد أكبر مشاريع البتروكيماويات في السلطنة مشروع مصفات الدقم كيف يمكن التغلب على هذا لإعطاء ربما الذي يتوجس أنه ربما التعميم ممكن من خلال تجارب ربما واقعية وقصص نجاح من من الميدان طيب شكرا مهندس محمد هو حقيقة أسوة بزملائي المتحدثين راح اعرف بالمصفاه بس بشكل سريع يعني هي شراكه مثل ما يعرف البعض هي شراكه عمانيه كويتيه نهدف من خلالها الى بناء احد اكبر المصافي العمانيه بطاقه استيعابيه تصل الى ألف برميل يوميا في قلب المنطقه الاقتصاديه الخاصه بالدقم. طبعا اليوم نتكلم احنا في الشهر العاشر من مشروع المصفاه بلغت نسبه الانجاز اليوم اكثر من 17%. أه نتوقع بإذن الله أه تشغيل مبدأ المصفاة بحلول مطلع العام 2022 أه حقيقة مثل ما تفضلت هو, هو تحدي هو تحدي كبير خاصة في في فترة أه تنفيذ فترة المشروع ولكن أه الجدير بالذكر أن مصفاة الدقم أدرجت برنامج القيمة المحية المضافة ضمن أه برنامج أه يعني التناقص أو كان ضمن المستندات اللي وجهت خلال فترة الدعوة للتناقص لمشروع المصفاة وأسوة أيضا بالشركات الأخرى في قطاع النفط والغاز أيضا تم وضع معايير لتقييم برنامج مداخلات ومعطيات القيمة المحلية المضافة من قبل هذه الشركات بالتالي كان جزء أساسي من الحزم الاساسيه لمشروع مصفات الدقم. طيب بمجرد بمجرد اعطاء الاذن لهذه الشركات المقاوله بتنفيذ المشروع في مطلع في حقيقه في منتصف العام 2018 من ضمنها كانت عطاءات وخطط متعلقه ببرنامج القيمه المحليه المضافه. فالبدء في برنامج القيمه المحليه والاستراتيجيه المرتبطه ببرنامج القيمه المحليه المضافه كانت من اولويات فريق المشروع وكانت من ضمن يعني كانت موجوده في عمليه التناقص وكانت ايضا هناك مستندات او او برامج او خطط تفصيليه كان كان يعني من من اللازم على المقاولين اللي تم اسناد المشروع اليهم تقديمها خلال اول الشهور من عمل المشروع وهذا تم. طبعا نتاج نتاج العمل اللي صار والتركيز على القيمه المحليه المضافه كاحد اهم المحاور في مشروع مصفات الدقم اليوم من كل فخر نقول نسبه وصلت نسبه الإنجاز أو تحقيق الخطة الموضوعة لبرنامج القيمة المحلية في مصفات الدقم إلى أكثر من 40% اليوم نتكلم آه إن أحنا اليوم ولله الحمد من خلال الثلاث حزم أسندنا أكثر من 700 مليون دولار أمريكي لشركات مؤسسات عمانية سواء كانت شركات مؤسسات صغيرة متوسطة أو موردين عمانيين أو مواد مصنعة في عمان أو مواد عالمية لها آه طبعاً شركات وكلاء آه في, في السلطنة طبعا 40% من من الخطه الحقيقه اللي نامل ب بمطلع 2021 نكون نفذناها بالكامل يعني نتكلم عن 10 شهور 40% باقي لنا مثل ما يقولوا 32 شهر نامل ان احنا نتجاوزها عموما مجموع ما تم رصده او تحديده كخطه القيمه المحليه المضافه يتجاوز 100 عفوا 1.6 مليار دولار امريكي حقيقة يعني يعني رقم طموح ولكن الإمكانيات موجودة العزم موجود أيضا هناك دعم من قبل شركائنا في دولة الكويت تعزيزا ودعما للأجندة الوطنية في سلطنة عمان أيضا شكرا جزيلا لك شكرا على هذا المثال أيضا الذي يعطي بالنسبة للأخوة الذين يديرون المشاريع في جهات سواء كانت خاصة أو عامة أن ذلك ممكن أن تطبيق القيم المحلية المضافة ممكنة يمكن تعميمها من خلال مشاريع سواء كانت بمثل الحجم الذي تفضلت فيه او من خلال تضمينها في مستندات مثلا المشروع وبالتالي ليس هناك من مانع في 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 مساله عندما تاتي المشروع ويتعذر البعض ربما بانه لا يمكن تطبيقها وتعميمها بسبب ذلك ولعله ايضا هنا نقطه مهمه اخرى انه حتى على الرغم من ان هناك ايضا شركاء غير عمانيين في مثل هذه الاعمال الا ان ذلك لم يثني ولم يقلل من مساله الالتزام بالقيمه المحليه المضافه. مهندس خالد آه لكم تجربه ثريه في رياده الاعمال آه في رايك من خلال تجربتك مع القيمه المحليه المضافه ومن خلال متابعتك لبعض من التحديات التي تم استعراضها اليوم آه سواء هذا الصباح او آه لاحقا آه ما هي العوامل أو النصائح التي تعتقد أنها مهمة لأجل نجاح تعميم مثل هذه الفكرة أو هذه المبادرة أو هذا البرنامج في قطاعات أخرى شكرا محمد بداية نشكر سعادة مكرم على هذا التجمع صراحة والوزارة وجميع الداعمين اخ محمد هذا الموضوع شايق جدا وذا كما يقوله بصراحة ابدا بمقدمة الحفل لما تكلم مولانا قال ان العمل يحتاج الصبر والعزيمة والارادة والتفاني والاخلاص فانت لازم تكون صابر لازم تبقى صابر وصابر وصابر بصراحة مستحيل حد بيجي نقن يور دور كما يقولوا ويقول لك هذا العمل أو شيء لازم تبحث لازم تسعى لازم تث يو صراحة وجدنا مساعدة من عديد من المسؤولين وحفزونا ولكن في الجانب الثاني شيء مهم وهو كما قال الدكتور ظافر الإيمان بالشيء يجب أن يكون الجهة الثانية مؤمنة بما تقوم به إذا ما في إيمان أعتقد أنه بيساعدك بيعطيك كلام جميل ورنان ويقول لك يلا مع السلامة وهذا ما نريده صراحة. الشيء الثالث واللي أعتقد أنه مهم هو الفهم والتوعية بالنسبة للقيمة المضافة لدى الفرد. على أساس نوصل للمجتمع ونوصل للحكومة. بمعنى أنا لما أجي أشتري بضاعة معينة أو أستخدم خدمة معينة ما هي الفائدة لي كفرد؟ بمعنى اخر انا اذا اشتريت هذه الزجاجه الماء او العلبه ايش بيرد لي انا كفرد لاولادي لمجتمعي لحكومتي للضرايب لي واعرف وش واعتقد ان الخطط اللي المفروض نفكر فيها احنا كعمانيين انا قد اختلف مع الدكتور مع الاستاذ كريستوفر احنا ما نريد نشوف على الأجانب احنا اعتقد عندنا موقع استراتيجي ونحن كعمانيين عندنا تاريخ عريق وعندنا إمكانيات كثيرة بيش الشباب موجودين بس الشباب يريد لهم نوع من التوعية الصحيحة نوع من الإنصاح النصح وبذل الهمة وصراحة أنا أقول لك يا أخي أنت لو تنظر لعمان كجغرافيا وكثروات إحنا عندنا ثروة بحرية والحمد لله أنتم انتقيتوا انتقام ممتاز وهي الثروة البحرية رائعة جدا الثروة الزراعية الثروة المعدنية لما نتكلم عن النفط النفط احنا نصدره ونشتريه بأثمان غالية من خلال ما نستورده ليش هذه الأشياء ما نمكنها هنا كما تكلموا ثالثا أو خامسا قبل الأفكار أن الحين قطاعات كثيرة موجودة هذه القطاعات ممكن تجلس مع بعضها بعض يعني أنا في رأيي الحين هذه الفكرة اللي طلعت بها مجلس الطاقة انه يكون في قطاع النفط، قطاع الكهرباء، قطاع الاتصالات، هذا المفروض يجلسوا على طاولة طاولة مستديرة يا اخوة ايش من الصناعات اللي ممكن نوطنها وانكم انتم تاخذوها بشرط وشرط مهم ان يكون نسبة الاي سي في 100% او بداية نبدا ب 50 ما نريد نقول اي سي في ونتغنى بالاي سي بس المالك اي سي في والبقيه من اللي ما يشتغل والمنتج المد الخام نجيبها من الخارج نحاول قدر المستطاع عندنا الحين البتروكيميكال واصل اللي هو اللي هو فيها البلاستيك البلاستيك يدخل فيه كميات كثيره كم نسبه البلاستيك اللي احنا انا امنيتي والله امنيتي ان ما نصدر شيء نصدر مواد ذات قيمه مضافه ترجعنا بالقيمة العملة الصعبة إلى عمان بنصبح في مراكز أعلى اقتصاديا ونصبح في مراكز تأهلنا إن ندير المنطقة والحمد لله يعني تعالى أنا تحت تحت الريادة المولانا حفظه الله كرد شكر صراحة القيمة المضافة شكر بسيط لمولانا لما قدمه لهذه البلاد من من عمل دؤوب ونسأل الله له الصحة والعافية إن شاء الله شكرا جزيلا لك اخي خالد اذا تحدث عن الصبر طرق الابواب وان الانسان يكون صامد ويصبر 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 بيرسيستنت يعني ايضا من الجهه الاخرى التي تقدم مثل هذه الخدمات الايمان والالتزام بانه الاي سي في مثل ما يقولوا مش يعني مجرد تشيكينج بوكس وانما هو فعلا مثل ما تحدثنا ايضا عنه في المهندس عبد الامير يكون في الدي ان اي للمؤسسه أيضاً تحدث عن مسألة التوعية على المستوى الفردي ماذا يعني أن تشتري منتج عماني وإذا لم تخن الذاكرة أنه مولانا صاحب الجلالة تطرق في هذا الموضوع منذ سنين عديدة في إحدى جولاته السامية ولقاءاته مع المواطنين وتحدث معهم عندما يتحدث مع الشيوخ والاعيان عن كيفية أنه قد تشتري أنت أحياناً حتى المنتج العماني شوية يعني ربما قد يكون اغلى قليلا لكنه ما يسمى بالمضاعف الاقتصادي الملتبلاير مساله خلق الوظائف ومساله التحريك لهذا له دور كبير يعني مثل ما تقول يبرر اي زياده في ذلك. ارجع لك بس في نقطه واحده انه هو مساله تحديد النسب المئويه للاي سي في واعتقد انه ايضا تحدث الفاضل كريس عن موضوع تجربة البرازيل وايضا في تجربة اخرى التي ربما قفزت فوق الواقع الموضوعي للسوق المحلي مبدئيا بفرض ربما نسب قد تكون احيانا متسرعه وغير معقوله بدلا من انها تبني معرفه بالسوق اولا وقدراتنا الداخليه ونعرف ايش اللي نقدر ننتجه ثم بعد ذلك ننتهج ما نسميه احيانا بالرينج فينسنج لانه هنا نحن متاكدون 100% انه موجود وبسعر تنافسي ولا يمكن ان يكون يعني نستورده من برا، لكن لو اتخذنا مثلا عملنا نسبه مثل يعني مثلا نقول 90% او 70 الا ترى انه هناك قد نجازف قليلا وبالتالي نفقد بعدين مصداقيه الاي سي في بدل ما نتدرج فيها؟ الاخ آه محمد آه دائما الانسان يحلم ويجب ان نحلم ما نقف عند باب معين. انا معك لنا هدف معين لنقول بعد خلال انا اكون احد الاشياء اللي انا شاكر لشركه تنميه نفط عمان لما بدينا في موضوع السقالات قلنا يا جماعه احنا نريد نعمم هذه الوظيفه وصراحه ما قصروا الجماعه درسوا الموضوع وقلنا بنوصل هذه الدرجه ونشوف وين وصلنا هل نجحنا في هذا بعدين نرتفع شويه نرتفع نرتفع فهي بدايات ولكن دائما يكون في سقف معين أه واعتقد كما قال هو قال ان الداتا مهمه هي صحيحه الداتا مهمه ولكن لابد ان نوضع اهداف معينه ونحسبها ونرجع ونشوفها وبين فتره نرجع ونشوفها ونفس الشيء اهم حاجه بعد the enemy of yourself is you انت عدو نفسك انت لازم تحارب نفسك لازم تشوف يا اخي انا ليش اليوم ما سويت كذا؟ ليش ما سويت كذا؟ انا اقول لك يا اخي انا بعض الاحيان احس باحراج اني دائما انا اقدر دورس بس في النهايه انا في عندي عمانيين عمانيين اطالب منهم اطالبهم اللي موجودين في المصنع شباب انتم جالسين معي فتره رجاء ما تفكر انكم تجلسوا المفروض تفتحوا مصانع حالكم هكذا الفكر انك تعلم اللي تحتك انه يا اخي افتح مصنع سوي شيء فكر في حاجه هي عباره عن توعيه وتربيه كانهم اولادك وأخوانك هكذا يكون الاي سي في ما فقط أقول أنا يا أخي أنا أريد 10% 20% نسبة ربحية لا كيف ممكن يا أخي أني أفيد المجتمع كيف كان هذا الشيرنج كما يقول الشيرنج سكيرنج أنت انظر إلى أمريكا حاليا أمريكا إيش تسوي حاليا ترفع نسبة الضرائب اللي هي المنتجات الخارجية ليش تحمي بضاعتها اي سي في اندايركتلي اي سي في Shukran. Uh, would like to uh, come to you, Chris. And you talked about Oman's experience you have witnessed since it has started uh, years back. If you could summarize, and I think Abdul Amir alluded to some of those 5K ingredients about how to deliver strong ICV. Um, in your experience over the decades, and I've seen it all around the world, what would be the top three most critical success factors for replicating icv across other sectors. i wish you'd give me that question before. <laughs> um, top three, really. the first one is to build on your own national capability, what you have in country. build on that. Don't, and, you know, taking the question about not looking outside. no matter what we're doing, i mean, i, I had a chat with Someone recently, about who's from Salalah, who had a, a fishing business, and he sh proudly showed me a photograph of 16, probably 30 kilo yellowfin tuna, on the beach in Salalah. And we looked at it, and I said, "He said, I have lost 60% of my value of these fish already, because I am still an artisanal fisherman. I have not looked at how to protect the fish, pre preserve the fish. My boat's the wrong design, so." We've got the fish. Let's look at externally as to what others are doing and actually making sure that one, from the second the fish is caught, it retains its value. Because then we can use it domestically or we can export it. So, really, it's building on what we have, taking, an example, taking the best practice externally and, and complement building that into your, 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 your business case or your strategy. Secondly, is Using the strengths of our people, we've got fantastic graduates coming out of the universities, but we're not finding them jobs. Are, are we looking at the right types of jobs for them? H we've got um, a high degree of people coming out with engineering degrees. We've got an awful lot of young women coming out of universities. What, can we, what industries can we set up? Whether it's fin financial sector, fin fi financial technical sectors. Um, Media centres. Well, you know, how can we look at what? What can we do to actually make sure we capitalise on the skills we have? If they need retraining on data analysis or or tech, fine, we do that. But let's look at what we can do. So it's looking at how to use our own people and get give them a real value proposition. You know, I, I wouldn't want my son to go and, and work in a construction site, but would he would he sit with a, a joystick and 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 design a, a 3D? Um, for foundation? Yes, he would. So what are the jobs we can use our, for our people? And the third one is recognize the fact that we're actually very lucky in Oman because I've been in many countries, um, still visiting many countries, I have never been in a country where the government is prepared to invest in ICV. The government is prepared to say, well, okay, we're, uh, we've maybe not got the best balance of payments, but we're staying the course. we're still going to go because we are looking long term. and not only have we got the, the government prepared to invest, but you're also very lucky with the fact of the, of the many people, because you're so proud of your country and patriotic that you will make it work. it won't be easy, but many, many countries don't have that. Thank That's you. It thank you, chris, for uh, your insight, uh, the three, the top uh, uh, three. and i uh, would like, before we go to the audience, talk to Ammar and say, um, we've seen some of the examples of the icv in amran, which is proud to, to, to have such projects. Um, did you learn anything from the oil and gas? i mean, can you tell us maybe an example or two where you have maybe learned something from the oil and gas and then tweaked it, perhaps? you know, to, to your needs rather than just, you know, copy and paste. Because some people may say what has worked for the oil and gas, if you want to replicate it outside, may not work for us. And the idea is if you can just take something and modify it and, and run with it. Uh, فسؤالي هل كان هناك بعض من الدروس المستفادة من قطاع النفط والغاز التي ربما أنتم عدلتوها يعني لاحقاً واستفدتم منها ربما في تطبيق بعض برامجكم حتى نعطي صورة أنه بالإمكان التعميم ولكن هذا لا يعني بالضرورة يعني نسخ ولصق تجربة النفط والغاز بسم الله آه شكرا سؤال وجيه جدا آه طبعا ما أعرف الله بالإنجليزي ولا بالعربي بس خلينا أجاوب بالعربي آه كريست فضل قال في البداية شيء اسمه كروس سيكتور آي شيء مهم جدا احنا يعني الدراسات الموجوده والاستثمارات التي تمت في قطاع النفط والغاز بدات من السبعينات وسبق كل القطاعات الاخرى تجاربهم الاخوه في قطاع النفط والغاز طبعا مثريه وجميله فكان لابد الاستفاده منها مثل ما تفضلت مهندس محمد لم نستطع ان ناخذها مثل ما هي ونطبقها كان يجب ان يتم اعاده صياغتها لتتناسب مع قطاعنا قطاعنا مختلف بحكم انه تعدد الجهات المشتركه في تطوير القطاع السياحي والعقاري. تجارب ناجحه اللي القينا نظره عليها من قطاع النفط والغاز هو موضوع اللوكل كوميونتي كونتراكتورز ال سي سيز والاس ال سي لم نستطع لحد الان تطبيقه 100% لكن هو بالنسبه لنا يعتبر inspiration ننظر اليه كمثال ناجح. تم عن طريقه يعني تاكيد اكبر قدر من الفائده على المجتمع المحلي. وهي فائدة مستدامة طويلة المدى وليس قصيرة المدى، تتضمن بناء خبرات عملية، تقنية، فنية، ملاءات مالية، وصنع شركات عمانية ممكن أن تقارع وتنافس الشركات العالمية على مشاريع محلية وعالمية. وكذلك بالإضافة إلى طبعًا مشاريع المسؤولية الاجتماعية التي قام بها الإخوان في قطاع النفط والغاز، استلهمنا منها ما نقوم به كمشاريع، بس طبعًا بما يخص مجال السياحة والمجتمعات المحلية لشركة عمران. شكرا جزيلا لك مهندس وبفعل هو هذا ما نحتاجه انه عندما نأتي لموضوع التعميم يجب ان لا نأخذ التعميم على انه شيء يؤخذ عمياني انه نجح في قطاع النفط والغاز ونطبقه صحيح لكن كل قطاع ربما له خصوصيه معينه وبالامكان اخذ تجربه النفط والغاز وتحويرها وتعديلها بما يتلائم ويتناسب مع ذلك القطاع الفكره انك انت تتفادى اعاده اختراع العجله بس بدل ما تقضي وقت كبير إذا كان قطاع النفط والغاز قضى ست سبع سنوات في عمل هذا الموضوع مش لازم أنا أعمله خمس في ست سبع سنوات أنا ممكن أختصر آه الزمن في ذلك قبل أن نعطي المجال للأخوة آه آه الأسئلة أعتقد لدينا سؤال آخر وهو الأخير آه في هذا الجانب آه نتمنى إن يشتغل هذا اسعدني كثيرا انه هذا انه وضع قبل يومين لكن من مما طرح خلال يعني اليوم اعتقد انه يمثل شيء يعني متوافق قريبا مع ما آه يعني وضعناه هنا ذا السؤال في رايك ما هي الخطوه الاولى التي يجب ان نبدا بها فورا لتعميم تطبيق برنامج القيمه المحليه المضافه The question is in your view, what is the first and immediate step needed to replicate ICV? وضعنا بعض الخيارات uh, ليس يعني لكن نريد أن نرى ماذا يعتقد الحاضرون بهذا الخصوص، هل هو تخصيص موظف أو قسم للقيمة المحلية المضافة بكافة الهيئات والشركات مثلا؟ أم أنه uh, مثلا نعدل بنود العقود والمشتريات لتتضمن خطة للقيمة المحلية المضافة؟ أو تضمين برنامج القيمة المحلية المضافة في رؤية عمان 2040 أو إسناد الإشراف على تعميم تطبيق القيمة المحلية المضافة إلى جهة مركزية سواء كانت عامة أو خاصة، طبعاً نفس الكود 3944 نفس الويب سايت نفس المكان، هناك سبعة أشخاص إلى الآن ثمانية مور كم We'll come. To, we'll, we'll allow. The, we, I, 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 no. In design. <laughs> It's in purpose. <laughs> forced. Forced. Uh, yeah. Okay. Some competition between. Uh, you know, two items, يعني ما بين اسناد الاشراف على تعميم تطبيق القيمه المحليه المضافه الى جهه مركزيه وما بين تعديل بنود العقود والمشتريات. طبعاً عندما نقول ما هي الخطوة الأولى يعني شيء اللي ممكن ينعمل في الثلاثة أشهر القادمة ربما عشان نكون يعني من ناحية الزمن لأن البعض منها قد يتطلب يعني قرارات يعني تأخذ وقتاً أوكي ثلاثين شخص أوكي أعتقد هنا على أساس نفسح المجال uh, and we give maybe Uh, some time for you guys to 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 comment on this after we take uh, some questions بعد ما ناخذ الاسئله من من الحضور ان شاء الله ولكن ما بين يعني تعديل البنود وما بين اسناد الاشراف يعني هما الخيارين الذي يبدوان الى الان متقاربين جدا <applause>